هل تتخيلون الحياة من دون انترنت؟ من دون وسائل تواصل اجتماعي؟ هل تستطيعون ترك هذا العالم الافتراضي الذي تعودنا عليه وأصبحت أغلب أمورنا ومهامنا اليومية معتمدة عليه؟ حالة كبيرة من الجدل والأخذ والرد والتوقعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلمة السر انقطاع الانترنت في جميع أنحاء العالم. هل فعلا من الممكن حدوث هذا الأمر؟ ومن هو صاحب هذه المعلومة ولما سربت؟ نحن بدورنا تابعنا حالة الجدل الجارية على المنصات، ورأينا مثلا حساب مثل هذا اسمه حقيقة الحدث، يقول بأن بعض الصحف البريطانية قالت أن الانترنت سيقطع عن العالم يوم 11 من أكتوبر المقبل، وأكد بأن هذه المسألة هي مجرد عملية لتهيئة الشعوب وتقبل الأمر عند قطعه فعليا. طيب، حساب آخر باسم يحدث الآن يقول: ماذا لو حدث ذلك بالفعل؟ وطرح بعض الأسئلة، منها: هل ستعود لمتابعة برامج التلفزيون؟ وهل ستبحث عن الصحف الورقية والمجلات؟ أيضا حساب آخر باسم عنان قالت صاحبته بتعليق حاز على أكثر من مليون مشاهدة: في حالة انقطاع الإنترنت وانقطاعنا عن وسائل التواصل الاجتماعي، تذكروا جيدا، مهما كانت الظروف، لا للتطعيم، لا للبصمة البيومترية، لا للتلاعب بالطقس، لا للخداع بالهولوغرام والمخلوقات الفضائية. النصيحة لا تقدر بثمن إذا فهمناها وعملنا بها في الوقت المناسب. لنعرف أكثر عن هذه الحالة من الجدل، معنا من دبي الخبير في أمن المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن، أهلا وسهلا بك معنا. إذا بعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مرفق بالنص الآتي: سيتم قطع الإنترنت بكافة أنحاء العالم بدءا من الخميس المقبل، لو تخبرنا ما حقيقة هذا الفيديو وتفاصيله؟ هلا يرى، في شيء اجتماعي وفي شيء تقني. الشيء الاجتماعي، نحن كأشخاص كتير معودين على الإنترنت، يعني إذا عم ندرس أو عم نلعب أو عم ننبسط أو يعني نشوف أخبار غير ناس، الموظف المش موظف، الأم البي، كلنا عم نستعمل الإنترنت كل يوم كل يوم كل يوم، من نص ساعة لعشر ساعات بالنهار، فمعودين. وكمان في فئة عمرية يلي لما خلقوا ما كان يلي في بس انترنت، بيعرفوا في الانترنت، يعني ما كانوا بفئة عمرية أكبر يلي بيعرفوا بيتذكروا في فترة قبل الانترنت وفي فترة بعد الانترنت. بالنسبة لهم الانترنت موجود من أول يوم، إنه شو يعني ما في انترنت. فهذا الشق الاجتماعي يبدل إنه إحنا عنا طلب واهتمام واستعمال كتير كبير ترفيهي أو مفيد للإنترنت. ففكرة إنه الإنترنت تختفي بين ليلة والتاني في إلى هالإقبال الكبير، وخاصة نحن كأشخاص منتابع أفلام يلي هي بتقول يعني نهاية العالم وشو حيصير وهيك، في رواج كتير كبير لهالنوع النهاية. فنهاية العالم بهالإطار اللي عم نحكي فيه بعد كم يوم هو الإنترنت. من دون إنترنت يعني نهاية العالم. طيب سيد أيمن، يعني مجرد طرح الفكرة ويعني عملت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حقيقة ما الذي سيحصل للعالم في حال انقطاع الإنترنت؟ دعنا يعني نتحدث عن الآثار الاقتصادية مثلا لانقطاع الإنترنت عن العالم بشكل مبدئي أو حتى نهائي. هلا حتى نطمن الكل انه موضوع انقطاع الانترنت، ما في مؤسسه وحده ماسك الانترنت وفيها هي تطفي من عندها او تضوي من عندها على العالم كله. في عدد من المؤسسات يلي بيشتغلوا مع بعض، وكبار هالمؤسسات وماديا مرتاحين وتقنيا ماكنين، وفي ناس خاصه بدول، في ناس مؤسسات خاصه. فما في مؤسسه او جهه وحده يلي عندها التقنيه او الماديه او القدره انه تطفي الانترنت عند كل العالم. هذا الموضوع انه يصير كثير صعب انه يصير، غير اذا في مشكله لا سمح الله تقنيه او شيء او غير موضوع. هلا كالتاثير اللي تفضلت فيه هو تاثير كثير كثير كبير. يعني كيف تاثير كورونا يلي صار عنا، يلي تنذكروا ما تنعاد من كم سنه لورا، تاثير هائل على صعيد العالم، يعني عنا خسارات بالمليارات باليوم على من وظائف لمؤسسات لتعليم لطرقات لكل شيء، في امور وقفت. الحمد لله الانترنت كان شغال، قدرنا شوي نقطع هيدي المرحله. بنفس تاثير كورونا وهالتاثير العالمي الكارثي من دون انترنت كمان بيأثر عليه، لانه نحن
مؤسساتنا التجارية شغالة عليه، مؤسساتنا الأمنية شغالة عليه، مؤسساتنا الصحية شغالة عليه، التعليم، أخبارنا، يعني بوجود الإنترنت في أخبار زائفة، كيف بلا إنترنت؟ فلأنه نحن مؤسساتنا وطريقة عيشنا مركزة على الإنترنت كتير، حيعمل حيكون في كتير مشاكل رح بتصير إذا في حال هيدي صارت، والصعب إنها كتير تصير لأنه ما في جهة أو مؤسسة يلي هي ماسكة إنترنت العالم. نعم، يعني نحن بعدنا عم نفرض إنه الموضوع عن جد بعيد ويعني ضرب من الخيال إذا فينا نقول، ولكن يعني هل هناك استعدادات ضرورية يجب اليوم اتخاذها مثلا لتجنب الوقوع بالمأزق مثلا لو حصل الأمر؟ هلا في استعدادات عم تنعمل على صعيد تقني، على صعيد تقني يعني على دول وعلى المؤسسات. يعني الانترنت نحن بناخده اليوم عن طريق يعني كوابل بالبحر، يعني الياف بصريه بالبحر. في جهه طريقه ثانيه الانترنت بناخذها عن طريق الاقمار الاصطناعيه، فاذا وقفت وحده في الثانيه. ففي يعني في مصدرين ثلاثه تقنيات كبار يلي بتسمح يكون في انترنت، حتى اذا لا سمح الله وحده وقفت في تحضير ليكون انه غير يعني غير جهات تقنيه تقدر تكفي عنا. كل الشكر لك من دبي الخبير في امن المعلومات ايمن عيتاني.